موجود طلوبي 22 سنه من مصر. ربك خلقنا في اختلاف، واحد هنا واحد هناك، مش شرط حد يكون ملاك ولا شرط يبقى راكبني جني. نشبه معادله وحلها اني قادر اخلفك بس قادر اقدرك، تشبه لورق ابيض وانا بمعامله حسنى اسطرك. ما يهمنيش خانه الديانه واختلاف الفكر بينا، بشره بيضه غامقه سنه، في اختلافنا يكون وصلنا والكلام يفتح لي باب ويكون في ود. لما تمسك طرف خيطك باللسان اقدر انا اكتب واشد، لا غصب عني تشدني ناحيه يمينك ولا غصب عنك تتحدف ناحيه شمال. التطرف فكر مرفوض انسانيا، وان حتى كان فكره مخصص في الحلال. العنف فكره قديم، ولكن فكرته هتخلي دايما بين معادلتنا اختلال. لا عايز اني اخدعك ولا قابل اني اتخدع يعني. ان كان لابد يكون في بيننا اختلاف، فياريت تحاول مره تسمعني. مواجهة التطرف لازم تكون بسماع الناس و